ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اهلا بكم في ليله ابداعيه جميله من ليالي صالون ابدع الثقافي الادبي. تزداد هذه الليله ابداعا لانها تعتبر ليلة نوعية، لأننا نحتفي فيها بشاعر ذي مكانة بيننا جميعا، شاعر ليس في مصر وحدها بل في الوطن العربي أجمع، الكل يعلم من هو، مع حفظ الألقاب، الأستاذ محمد عبد الهادي. بالي أزيدك، نرحب بالجميع وأبدأ بصالون أبدع ومؤسسه الأستاذ إبراهيم محمد دسوقي. أهلا وسهلا بيك. والراعي الرسمي للصالون و أعضاء جميعا الدكتورة صفاء عبد الفتاح، أهلا وسهلا بيكي. ثم أرحب بالمنصة التي أحصل عليها الأستاذ محمد عبد الهادي. عندما يجتمع ثلاثة من كبار النقاد بمصر بل بالوطن العربي فأنت محظوظ جدا. فأهلا بكم. أبدأ بالدكتورة نوران فؤاد. أنا ببدأ الترتيب بس الترتيب حاضر. الأستاذ شكري جعبس. وختام الترحيب مسك الدكتور محمد عيونه. اهلا وسهلا بالجميع. حتى لا نضيع اوقاتكم هنبدا باستاذي انا شخصيا الدكتور محمد عليوه، ولكن بعد ان نعرف من هو الدكتور محمد عليوة. هو علم ولا يحتاج الى التعريف، ولكن ما هو او ما هي الا تذكره. الدكتور محمد عليوة ليسانس دار علوم جامعه القاهره عام 1985 بمرتبه الشرف الاولى على الدفعه، الطالب المثالي على مستوى الكلية وعلى مستوى كليات الجامعة وهو بالفرقة الثالثة، ماجستير في النقد الأدبي الحديث من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1993، دكتوراه في الأدب المقارن من جامعة مدريد 2004 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. شغل وظائف عدة، أولها معيد ثم مدرس مساعد ومدرس وأستاذ مساعد وأخيرا أستاذ بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن. عمل رئيسا لقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، انتدب للتدريس بجامعة الأمريكية بالقاهرة وكلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية الإعلام جامعة سيناء. عمل أستاذا زائرا بجامعة مدريد إسبانيا، مشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس قسم اللغة الإسبانية ودامعة الأزهر قسم اللغة الإسبانية
وجامعة منها قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وجامعة الوادي الجديد قسم اللغة العربية بكلية الآداب ومعهد الدراسات العربية بجامعة الدول العربية وجامعة مدريد. ناقش عددا من المسالك للدكتوراه في عدد من الجامعات الأجنبية، له عشرات الحلقات ومحطات التلفزيون المختلفة. رئيس لجنة إحياء التراث المعاصر بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب وغيرها من الوظائف التي شغلها